كي تدخل السبيطار انت عمومي في تونس في اي ولايه اول حاجه تلاحظها شني؟ نلاحظ معناها اول حاجه نلاحظها الوسخ، معناها ابسط الحاجات، معناها ما تلاحظش انه فما نظافه، معناها بالقدي باش نقول لك يعني من الباب تفهم كل شيء، من الباب تفهم كل شيء، من الكراسي، من الاستقبال تفهم كل شيء، من اللي يخدموا في المستشفى، معناها من طريقه استقبال المرضى، معناها تفهم كل شيء، حتى كي باش تمشي باش تقايد يعني ابسط حاجه عياط ومشاكل ومنشي مريض، معناها ماشي مريض يزيدوا يمرضوك، معناها تزيد تمرض، يعني حتى واحد باش يهز مريض يمرض هو معاه، باش تهز مريض انت تمرض والمريض يزيد يمرض ويزيد يموت، معناها شوفوا حل المستشفيات قبل ما تزيد معناها تاكل بعضها، على خاطر من هنا بيريود اخرى باش نشوفوا حاجه معناها بجراف، معناها خاطر عبيد قاعده تمرض وما في بالهاش بالرواحه وما عندناش الامكانيات باش نقوموا بالتحاليل الكافيه، ومكثريه العبيد مرضى ما تدريش على شكون مريض من شكون لابس عليه، معناها كي نقول لك انا فما شكون مشى مريض بالكورونا ما لقاش سرير ومات، هذيك وضعية تونس تو، هذيك هي الحالة، معناها حالة مؤسفة جدا، مش عندي شو نقول لك. أنا واحدة من الناس طالبة معناها نقرا في الفاكولتي، معناها مشيت باش نعاجي في ظروف ماهيش عادية، معناها فماش معناها إمكانيات، أبسط حاجة معناها جيل معقم ما تلقاوش باش تعقم يديك، معناها حالة معناها باش نقول لك حتى وسائل الوقاية البسيطة اللي ما تتكلفش، وسائل الوقاية البسيطة اللي ما تتكلفش معناها برشا فلوس ماهيش موجودة، معناها ماهيش موجودة، تنجمش الدولة ماهيش قادرة انها باش توفرها لك، معناها باش توفر لك مستشفيات وأسرة انعاش، معناها اللي مات مات واللي حيا حيا، معناها بالآخر لكن الدولة قادرة انها توفر مليارات بنوات إيسونس كل سنة للموظفين، قادرة انها باش توفر بنوات متاع مازوت ويسانس وبنوات متاع ما نعرفش شنو، مش قادرة انها باش تحمي المواطن. كي جات الكورونا في تونس برك، في تونس فما كورونا كهو، لا تلقى حتى الفاسد منهم في تونس، راه كلهم هربوا، راه قاعدنا كان احنا، راه كل الاحزاب الكل راهي هربت. كي جات الكورونا في تونس برك. يخلوا الشعب ويرحلوا. راهو هربوا كلهم. كي جات الكورونا في تونس برك، راهو هربوا الناس الكل. راهو خلونا وحدنا هنا. الدولة علاش ما وفرتش نظرا للجائحة الأولى اللي صارت، علاش ما قرتش حسابها ووفرت الأسرة اللازمة؟ باهي قول لهم وينهم المليارات اللي لموهم اللي عملوهم وين مشاو؟ لكن المليارات اللي لموهم وقت الكورونا هذيك الأولانية وينهم؟ يجاوبونا قولوا لنا وينهم المليارات؟ فهمتني؟ وينهم؟ وصلنا اليوم مريض يمشي ما يلقاش فرش. تي ما يلقاش حتى كعبة يغرط مش فهمتني؟ احنا شو؟ في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي عمرك سمعت خدام قصوا له نهار؟ عمرك سمعت هذايا؟ انا هنا في الوقت هذايا ولينا يقصونا في النهارات للانتريتيه وللخدام وللناس الكل، فهمتني؟ نعطيك في الرسمي انا هذاك هو معناها يقصوا للموظف وما يجهزوش حتى المستشفيات اللي هي الصحه اهم حاجه؟ هاك يشيروا فيهم هما في الديار ويشيروا فيهم في اللي يحبوا هما، فهمتني؟ في كلمه الدوله اليوم كيفاش تقيمها؟ في اخي عندنا دوله احنا، وين فماش دوله؟ وين الدولة؟ ما فيهاش، كل واحد يخدم على زي راسه، اللي يزيد على زي راسه واللي يعمل كل واحد يعمل على زي راسه. كان الإجرام كان الواحد وكان كل واحد يخدم على روحه. يا ابني خويا كل واحد يضرب على ضربه. اليوم أنا الحكومات المتعاقبة صحة المواطن آخر شيء. نتصور آخر شيء في برنامج. ال 84 ألف سيارة اللي قاعدين يسركلوا بركة الكاربيرون تاعهم بركة ينجموا داوي الشعب التونسي. أن الفساد الموجود في السيارات الإدارية بشكل رهيب، واليوم نحكوا على أن نعالجوا في الفساد ما نجموش نعالجوه بالطريقة هذه. كي نقول لك 84 ألف سيارة هذا العدد، لكن راه وراها مصاريف أخرى، بنوات مازوت، بنوات إيسونس وميكانيك وتصليح، شوف تكلفتهم ال 84 ألف سيارة في السنة، يعني يظهر لي ميزانية رهيبة ترصد لهذه السيارات بما يتبعها ليزونترتيان تاعها والكل، بينما وزارة الصحة اللي هي الوزارة الأم والأهم نلقاو فيها 250 سرير إنعاش وإحنا توا في ظرف حرج جدا. إحنا اليوم وقت اللي نقولوا راهو وقت اللي نقولوا عندنا 84 ألف سيارة إدارية بالكاربيرون تاعها باللي قاعدين نخسروا فيها عليها، نجموا نحبسوا هذا الكل ونجوا للصحة، نجموا نخلقوا مستشفيات متطورة. اليوم راهو المشكلة صحة المواطن أهم حاجة في الدنيا. اليوم أرنا في ظرف دقيق سيرتو توا احنا في موجة ثالثة من الكورونا ولا موجة ثانية، راهي ماهيش سهل.
وتقول لي اليوم أن الاقتصاد تضرر، أنك سيبت الشعب اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. باش نفسروا، مريض توا يمشي ما يلقاش فرش في الإنعاش ويموت، وبينما موظف عنده سيارة وبونوات وسونس ويدور ويحوس ويقضي بها في مصالحه الخاص. أنا باش ندقق لك أكثر اللي صار في صفحات التواصل الاجتماعي، اللي هي يقول لك ثم طبيب 48 سنة من المهدية ما يلقاش سرير. أنا مخي يوقف، أنا مواطن بسيط، مش باش نلقى سرير، أنا باش نموت تحت الحيط. أي لا لا، أنا نحكي باسم المواطن التونسي. اليوم هم حاليا باش يحلوا للقطاع الخاص، نصور هيك يعني الشعب التونسي ما ينجمش ان يداوي في القطاع الخاص سيرتو في الكورونا. حسب رايك كيف تنظر الحكومه للمواطن؟ والله بسخريه. هذا اللي نشوفه، ينظر للمواطن نورمالمون. صحه المواطن هي الاولى، صحه المواطن هي الاولى، من غير ما نخشبها، الصحه قبل كل شيء. عسلامة. عسلامة. باهي، نقول لك في تونس عندنا 84 ألف سيارة إدارية، وعندنا كام 250 سرير إنعاش فقط في المستشفيات، شنو رايك؟ بدون تعليق. حابك تعلق؟ لا خاطر كان باش نعلق، والله جو نقول لك هما جماعة الإدارة ما عرفش يخدموا على رواحهم من الآخر. ب 84 ألف سيارة؟ يخدموا على رواحهم. أنا قلت لك أنا بدون تعليق، خاطر ما نجمش شيء يوقف المخ. هل منطقي توفر الدولة 84 ألف سيارة ما تبعها من مصاريفها، من ليسانس، من مزوط، من ميكانيك، و و و و وتوفر كان 250 سرير إنعاش في المستشفيات، بالرغم اللي احنا في ظرف حرج جدا؟ ما المشكلة احنا، ولا كيفاش نقولوا الضمير نتاع التونسي، الضمير تو ينجم مثلا يخلي كرب الإدارة ويعمل بها مثلا فروشات للناس المرضى مثلا. لكن الدولة ما تاخذتش القرار هذا، نحسوا استهتار كبير بصحة المواطن. المواطن يلزم ياخذ القرار مش الدولة، خاطر توا احنا بالنسبة ل 2020 يلزم المواطن هو اللي، فاش نقولوا احنا، المواطن هو اللي يعمل يعني المستحيل، فهمتني، باش يقف مع اخوه المواطن. كيفاش يعمل المواطن وهو منتف؟ هل المواطن باش يوفر اسرة للمستشفيات؟ لا، مو احنا نرجعوا للكهرباء نتاع الإدارة، يعني جماعة الإدارة ينجموا، مش لازم يركبوا كل يوم في الكهرباء، فهمتني، ينجموا ياخذوا ما نعرفش أنا كار ولا تاكسي ولا كيما المواطن، فهمتني، وهم اللي باش يوفروا. يعني تقول انت الادارات تقتصد في امورها وفي السيارات باش توفر اسره للمستشفيات؟ تنجم تقول. وكي نقول لك انا اللي الموظفين يستعملوا في السياره الاداريه لاغراض خاصه مش حتى لاغراض اداريه. هي يعني انا قريت ندور ونرجع بدون تعليق، خاطر ما نجموش احنا توا، انا واحده مواطنه عاديه، فهمتني، بعيدة على الإدارة، ساعة تبدا عندي ورقة باش نعملها ما نعملهاش، فهمتني، نجي باش نعمل ورقة ما نعملهاش، خاطر كي نمشي نلقاهم يا ياكلوا فيك سكروت، يا شادين تليفون، يا شادين مش عارفة شنو، فما حتى اللي يعملوا مثلا كيفاش نقولوا واحدة يقراوا قرآن في الدار ويحطوه في البيرو، يخدموه في البيرو، فهمتني، يعني ماهمش لاهيين، فهمت شنو، يعني احنا توا من الآخر يلزم المواطن يقف المواطن، خاطر قداش من الحكومة، والحكومة ماهيش راكحة. مش رايك حجبنا، ما حبش تركح الحكومة على فكرة. يعني عدم الاستقرار السياسي هو اللي وصلنا للدرجة هذه؟ وصلنا أكثر، خاطر ما لقيناش شكون يحكم فينا من الآخر، فمش شكون يحكم فينا. نجحنا في الفترة الأولى، فهمتني، رغم اللي وقع علينا حصار في ديارنا، ونجحنا والحمد لله، رغم اللي هي وضعية صعبة. الوضعية هذه نعيشوا فيها تو في اللحظة هذه، وضعية اهمال في اهمال في اهمال، معناتها هما تو سلموا فينا وكاينهم مستهدفينا باش نموتوا باش ننقصوا، هذا بيت قصيد نفهموا منهم، فهمتي، معناتها كاينهم مستهدفينا في الوضعيه هذه بالعاني، سيبوا الماء على البطيخ وسيبوا كل شيء، ولات يعني هما ما يهمتهمش، خاطر اخر حاجه يخموا فيها الطياره موجوده. ثم برشا يقول لك الدوله تحب تتخلص من الشعب. هذا اللي قلت لك عليه، هذه النقطه الاساسيه، هذه يلزم الواحد الشعب يفيق لها، وإحنا من أصلنا ما عندناش دولة، راهو باش نبدو واضحين، راهو عبارة إنسان يتيم ما عندوش بو وما عندوش أم، نعيش هكاكا بعلي. علاش الدولة توفر 84 ألف سيارة بما فيهم الكاربيرون تاعهم، مصاريفهم، ميكانيكهم، وتوفر كام 250 فرش في المستشفيات؟ شنو الأهم هنا؟ نورمالمون السبيطارات مو هذه آخر حاجة يخموا فيها هذوما، هل يدعوا السياسة ويدعوا معناتها باش يحكموا البلاد وباش يعطوا مصداقية للبلاد ويعاونوا الشعب،
هذوما ناس يتخمم كان في مصالحها. تلقى موظف على موظف حتى بسيط راه مش معناتها كادر، تلقى عنده ثلاثة سيارات، واحدة البنت واحدة المرت واحدة اللي هو، معناتها نحن آخر حاجة يخموا فينا في السر هذه واحد. احنا كان لا قدر الله تصير لنا كارثة كما في الدول الأجنبية يمكن أغلبية الشعب يموت. ديجا وصلنا لمرحلة أنه تو المرضى جدد ما همش لاقيين بلايص. هذا هو اللي نعانيوا فيه احنا، قلت لك معناتها هنا آخر حاجة يخموا فيها هم الدولة. والأغرب أنه مؤخرا طبيب مات لانه ما لقاش فرش. مش طبيب بركه هذه، شنو الطبيب؟ فما برشا طب مرضى توسط قربت 480 طبيب بين عاون معناتها ممرض وطبيب. شنو؟ احنا في الوضع الاولاني ما وصلناش هكا. هنا خاطر فما اهمال كاين هم يحبوا يتخلصوا منا.